السلام عليكم ورحمة الله. شخص يعني ريال يعني واحد اتصل علينا وعنده كلب كوكازي له شهر تقريبا. زلمة مش استنى خليك شوي معي. جابر بكيت في منطقة واطية في جريوت، هسه طلعت هاي النت هجا هلكيت عندي، بشوف لك الحية يلا ثواني انا برد لك على الواتساب. يلا يلا هذا الزلمة مش الناس بيمسكوا حياية بيخافوا، انا مش ملحق بصراحة والله صرت انسى. شوف له شو الحية يا رشاب. بيضة ملكين طالع منها حي، هاي حي الزيتون، هاي افعى الزيتون افعى الزيتون. جابر هاي الحي مش سامة حي الزيتون عادي، يعني هاي بتعيش بين الطور وعلى الورد وعلى الشجر. بوصلوا المسج الصوت هيك اسرع شيء. المهم هذا الكلب كوكازي حسب ما كان لي نوعه اصلي، وبدوش الكلب لانه الكلب عليه كراد ومرضان، والزلمه مش فضيله اللي هو الريال، الريال مش فاضي للكلب. فرن علينا والكلب بنشوف شو نوع الكلب وشو العلاجات اللي لازم نعطيها للكلب. خربطنا في الطريق من عند الفيلا، جميع الطرق تؤدي الى روما. هلا مرحبا، مرحبتين، كيف الحال؟ الحمد لله. انتم من هان من الاسكان؟ اه. تعرفني؟ اه جد؟ دار بدران. انت من دار بدران؟ والله والنعم. وانتو؟ فين بيكون خنازير؟ بعرف في خنازير ملان هان. بالليل بيجوا؟ اه. طيب يلا باي. بتجي لهم؟ قريبا قريبا. بس نفتح كزية بيجيهم، صار كزية ورانا. مرحبا، شو الاخبار؟ شو بتساوي؟ محرسة. حراسة؟ حراسة. ملال خنازير هان؟ ملال، عند برا زينا على الجنة. بعرف بس بعد في الليل بنرتب بنرتب بيجيهم. طخ شوي على القريب ان شاء الله. انا بقول لك 4 5 بيجيهم. بدنا نروح على المزرعة اللي جوا هاي. اه. ايوه. سلام. بعد مشي مسافة طويلة في الجبال وصلنا المزرعة. ابصر شو قصته هذا الكلب القفقازي. القفقازي صاحبنا. معلم اسمع، هاي المزرعة اللي عليها باب هيك صغير حديد مسكر بجنزير. وفيها اجهزة بتزمر هيك. ايوه. شو هاي مزرعة ايش؟ اي والله مزرعة للادي غيري. هيك يعني. طيب يلا وين سرت؟ عندك. وين القفقازي؟ بنادي عليه صوته مش طالع. ولا ايش. هذا لازم لازم يكون القفقازي. لازم من اول ما جبته مش متوحش هذه. لازم يكون شرس. طيب يلا. لازم يكون شرس بس هذا هامل. دخلت انت ال لازمك سلامات، لازمك جب على الطريق هاي مش سيارة زيك. بدي اخلص على جب ابن الفايس. كيف حالك؟ اخبارك؟ اخبارك تمام؟ سلامات تمام. شو اخبارك؟ شو اخبارك؟ تمام. كيف؟ بطل هذا من الريحة مش من هات العصا والكشف يا اخي. اسمع هادي هلا بتنطش كفين. لا مو عشان نسحبه بالله عليه كراد؟ بطلع عليه مطعم؟ والله ما انا عارف. سداسي عمرك طعمته؟
ولا عمري طعمت، انا جبته وما طعمتوش لهلا. لازم يطعم. انا ضافيك اياه هلا راح تشوف، انا غبت عنه 3 اشهر هيك كان، رجعت لقيت بطنه لا داخل لجوا. ضخم؟ هو راسه منيح بس بده ياكل يعني منيح. ضعيف قصدك انت؟ ضعيف. بس هو ضخم. هو منيح. قفقازي اصلي؟ بعرف شو اللي انت بتشوفه. هلا بنشوفه اصلي ولا بس اللي كل اللي شافه هيك اصلي. هلا بعيد. كيف حال الشباب؟ الله يسعدك. بتستاهل الادويه ولا لا؟ لا بستاهل، الصغير لسه سنه و3 اشهر، كنا سنه 4 اشهر. لانه هذا بده ادويه وشغل وابر 100%. هاي الكعده؟ لا كعده ورا. هاي شو فيها برضه كعده؟ هاي قديمه الغرفه. هذا ما هو اساس الموضوع، انه احنا رممنا هذا وعملنا القعده. اه حلو. تضوي لي هون؟ تضوي. هاي شو في جوا؟ مطبخ. طب هاي طفت. شو هالطاقة الشمسية هاي؟ بدك أكثر. بدك أكثر. على كيف لو مشغل شيء. كفكازي؟ ولا كفكازي ولا شيء، طلع معي. تعال. تركته بثلاث أسابيع جمال هيك. رجعت طلع كيف لقيته يا زلمة. بستاهل؟ ولا أروح أرجعه محل ما جبته أرميه. شو اللي عنده نمل؟ اه بحك هذا البرغوث باكل فيه. انت متاكد انه هذا عمره سنه وشي؟ سنه واربعة اشهر. انت افحص. انا خلص شو بدي فيني بقى؟ انا هيك بدنا نعالجه حرام. طلع يا باي يد داخل شكه بتنفس. انا رنيت على فيش عنده مي، فيش عنده مي. قالوا لي بس على جمال خليه ياخذه لانه حدا ثاني ياخذه. شايف كيف الحكه؟ بده شغل. يلا فك خذها. تعال. معظم. مبروك. بس هذا بعد انا بتوقع لك ارجع لك بعد 3 اسابيع معك لاي جحش. بده اكثر شهر. شهر بده. كيف اكله؟ بسحب اكل؟ بسحب اكل. بده شهر. بس يا زلمه انا 3 اسابيع طلعت رجعت هذا هيك كان، هيك كنت طعميه هيك. هلا رجعت انسان بدني عليك. بس عنده مشكله مع الاولاد الصغار، بعرفش ليش. ليش؟ بعو عليه. بتعمل هيك؟ بنسرع. معظم القفقازي بغاروا على الاولاد الصغار، تصدق؟ القفقازي بني ادم هي، انتم شايفين واقف على الاولاد الصغار بغار القفقازي. خذ كرمي. ايش في حيل يطلع؟ اطلع. بس ينصح ببين انه قفقازي، بس هو ضعيف بصير زي البلدي. ايش اسمه؟ بوكا. بوكا بوكا بوكا. يلا باي. باي. مية عطش. بده بنسى. هذا بده شو اسمه، مضادات حيويه، بده التهابات، بده 100 شيء هذا، وبده تطعيم سداسي، وبده دش حمام. اول شيء دواء برغوث. لا دواء برغوث. هذا بده اول شيء بنقص دواء برغوث هذا عشان عليه شعر. يلا شباب. طيب يلا سلامات حبيبي يا كبير. الف مبروك. قبل ما ننزله شربوا مي وبعدين رش دواء برغوث. ناش يجي على المي. تعال قفقازي قرب له. قرب له. لا 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 طول له طول له كله يا فك 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 فك. اشرب. اشرب منيح وبتعطوا لي اياه. بترشوا دواء بربوط وبتسلخوا لي اياه ايفوميك. هات له كمان مي. هلا بده سطلين مي من العطش. هلا خليه يكمل، مش راح يكيم عن السطل. هات ندير له في السطل. هات كمان. هاي الكلبة دلوعة، هاي اللي بتقول
يسحبوه. يسحب بلاش يروح.